موديفيكاسيون دو ليكيليبر، يعني تغير ديال التوازن، يعني اما التوازن تمشي في المنحى المباشر او تمشي في المنحى المعاكس. هنا يعني كيفاش نتحكموا في التوازن، نتحكموا في ليطا ديكيليبر، كيكون تنغيرو ليطا ديكيليبر. توت موديفيكاسيون دو فاريابل، توت موديفيكاسيون دو فاريابل ليطا اونتريين une modification du système qui le conduira vers un nouvel équilibre. يعني أي تغير لواحد الفاريابل d'état، تغير ديال الحالة، تيخلق لنا واحد التغير في المجموعة، باش وداك المجموعة تنتقل لواحد التوازن جديد. لو برانسيب دو لا شاتولي، يعني كاين المبدا ديال شاتولي، هاد المبدا شو تيقول؟ permet de prévoir le sens de la variation. يعني هذا المبدا هذا تيمكنني الدور ديالو بعد البرانسيب دو لا شاتولي، الدور ديالو اننا نعرفو في اش من سونس يكون هاد لا فارياسيون، في اش من سونس تكون، واش في لو سونس ديريكت ولا في لو سونس انديريكت، يعني واش التغير يكون في المنحى المباشر ولا في المنحى الغير مباشر. ان سيستيم شو تيقول هاد البرانسيب دو لا شاتولي؟ البرانسيب هذا تيقول ان سيستيم اون ايكيليبر، un système en équilibre soumis à une variation de ces variables d'état réagit de manière à réduire ou à annuler cette modification. يعني اي مجموعه تتجه انها باش التغيير اما تقلصو اما تهملو، باش ان الموديفيكاسيون يعني غير يعني هاد الموديفيكاسيون تكون مهمله. يعني اي مجموعه تتجه للتوازن وتحاول ما امكن باش انها يعني يعني المجموعة اللي تكون في التوازن تحاول ما امكن باش ان التوازن هذا يعني اما تقلصه ولا تهمله، تحاول تخرج من داك الحالة ديال التوازن ديالو. فاش تبغي تخرج من داك الحالة ديال التوازن، هذا يعني ان اما تمشي في المنحى مباشر ولا في المنحى المعاكس. خصنا نشوفو الانفليونس ديال واحد العوامل ديال لي فاكتور. هنا كاين الانفليونس ديال البريسيون، نشوفو شنو هو التأثير ديال درجة الحرارة ديال التأثير ديال الضغط على التغير هذا. نشوفو التأثير ديال الضغط، شنو هي علاقة الضغط بهاد التفاعل، واش تخلينا التفاعل يمشي في المنحى المباشر ولا في المنحى المعاكس. شنو تيبقى؟ اون اوغمونطاسيون دو لا بريسيون امين دو سيستيم ايفالي دون لو ديريكسيون كي ديمينيغا لي كونترانت، سيتادير كي ريدويغا لا بريسيون. يعني اي ارتفاع، نصدق ارتفاع في الضغط تؤدي بالمجموعه في واحد الاتجاه اللي تينزل هذا الضغط، اللي تينزل الضغط هذا. يعني هنا فاش تكون واحد الارتفاع ديال الضغط تيخلي هذا السيستم باش انه يمشي في اتجاه اللي الضغط فيه منخفض. هنا مثلا مثال اكزومبل، عندنا ان دو اللي هو غاز، زدنا عليه 3 اش 2 اللي هو غاز، باش عطينا جوج ان اش 3 حتى هو غاز باجسام غازيه. إذا كانت بي، إذا ارتفعت بي، افترضوا أن بي أوغمونت، يعني افترضوا أن بريسيون أوغمونت، لا رياكسيون إيفاليو فيغ إن هاش 3، يعني إذا بي ارتفعت، التفاعل يمشي في لو سونس ديال إن هاش 3. علاش يمشي في لو سونس ديال إن هاش 3؟ لأن إن هاش 3 هو اللي عنده عدد المولات الغازية قليل، لأن إن هاش 3 كناتج عدد المولات الغازية ديالو كاينين جوج. أما المتفاعلات عندي اش دو فيه 3 و ان دو فيه 1، 1 و 3 هي 4. فاحنا النواتج عدد الغازات اللي كاين في النواتج هو 2 مول، عدد المولات ديال المتفاعلات هو 4. اذا مول حنا انطلقنا من المتفاعلات اللي هو 4 مشينا ل 2، اذا غنمشيو لو سونس ديال ان اش 3. حنا نمشيو في المنحى المباشر، نمشيو في المنحى المباشر اللي هو المنحى ديال ان اش 3. يعني غنبداو من لان علاش؟ لان عدد المولات ديال الغازات خصو ينزل. حنا تنمشيو في المنحى باش ان عدد المولات ديال الغازات ينزل، وبالتالي الضغط غينزل، خص القيمه ديال الضغط تنزل. بين انفليونس باليكي، هنا خدينا المعادلات الثانيه، مثلا اش 2 زائد اي 2 تعطينا جوج اش اي. هنا سلكوا بين اش اي عندهم معامل الغازات هو جوج، اش 2 واحد واحد تساوي جوج، اذا متساويين. اذا بالنسبه للمتفاعلات تلقاو عنده جوج، بالنسبه للنواتج تلقاو عنده جوج، اذا العدد متساوي. اذا هنا ما يكونش واحد التاثير، هنا ما يكونش التاثير ديال، هنا ما يكونش نهائيا التاثير ديال الضغط على ليكيليبر.
كنقولوا بان بينان في اليونس با ليكيليبر. علاش؟ لان عدد المولات ديال عدد المولات الغازيه ديال النواتج هو نفس العدد ديال عدد المولات الغازيه اللي كاين في المتفاعلات. وحنا ديما الاتجاه ديال التفاعل تيمشي باش ان عدد المولات الغازيه ينخفض. دابا حنا عندنا عدد المولات الغازيه في النواتج، في الاول كان عندنا 3 زائد 1 هي 4، في النواتج عندنا 2، هو غينتقل من 4 ل 2 باش العدد ديال الغاز ينزل، عدد مولات الغاز خصو ينزل. هذه فاش تكون بي اوغمونت، يعني فاش تكون بي اوغمونت يعني غنشوف في الملحه ديال تكون ان اتش 3. العكس العكس، يعني اذا كانت بي ديميني، اذا كانت بي تتناقص غنشوف في الملحه المعاكس اللي هو الملحه ديال تكون ان 2 و اتش 2. هنا في المعادله الثانيه اللي عطاو عندنا العدد عدد متساوي، اذا بي ما غتاثرناش على التوازن، بي كاع ما غتاثرنا على التوازن في هذه الحاله هذه. يعني عدد المولات الغازيه متساوي لا في النواتج ولا في المتفاعلات بالنسبه للتفاعل الثاني. دابا هضرنا على الانفلونس ديال البريسيون، دابا نهضروا على الانفلونس ديال التمبيراتور. شوفوا التاثير ديال درجه الحراره فاش تنغير درجه الحراره شنو تيوقع بالنسبه للتفاعل. بالك ان اوغمونطاسيون ديال التمبيراتور، يعني فاش التمبيراتور دي ترتفع اعمل لو سيستيم اي فاليو دون لو ديريكسيون كي ابسوربرا لا شالور. التفاعل تمشي بواحد الاتجاه انه اتجاه اللي تيمتص ليه الحراره، تمشي في الاتجاه اللي تعطينا الحراره. فاش نقول امتص الحراره يعني تيكون لو سونس اوندو تيرميك، يعني فاش تكون اوغمونطاسيون ديال التمبيراتور، فاش يكون ارتفاع ديال التمبيراتور التفاعل ما تيمشي الا في لو سونس اللي تيكون فيه ما تمشي الا في لو سونس اللي تيكون اوندو تيرميك، اللي تيكون امتصاص ديال الحراره بدا تكون ديك الساعه اوندو تيرميك. يعني ديال 13 تكون كبر، تكون ديال 13 ديك الساعه كبر من زيرو. انفيرسامون يعني لا قلبنا العكس والعكس صحيح، تنقولوا العكس صحيح، يعني هادي لا ارتفع الطومبيراسيون الى ديمينيسيون ديال الطومبيراسيون، الى الطومبيراسيون هبطات، الى كانت الطومبيراسيون خصها تهبط ديك الساعه التفاعل غيمشي في لو سونس اكزوتيرميك. التفاعل غيمشي في لو سونس فين تيكون اكزوتيرميك، يعني لو سونس اللي تيكون اكزوتيرميك يعني 13 سالبه. حنا دابا هنا ناخذ اكزومبل، عندنا تفاعل عندنا ديل 13 ديالو رياكسيون، ديل 13 رياكسيون تعطيني فكره على التفاعل واش اكزوتيرميك ولا اندوتيرميك. وحنا على حسب الطومبيراتور واش تطلع ولا تهبط نعرفو في اش من سونس غنمشي. دابا عندنا حنا التفاعل اكزومبل ان 2 زدنا عليه 3 اتش 2 تعطينا 2 ان اتش 3. في هاد الحالة تنديرو قلنا التفاعل فيه جوج اسهم لان تمشيو في السهم المباشر وفي السهم المعاكس. السهم المباشر هو السهم باش تنتقل من ان 2 تنزل عليه 3 اتش 2 باش تعطيني 2 ان اتش 3. يعني كاين السهم المباشر يعني لو سونس ديريكت اللي هو السونس ديال فورماسيون ديال ان اتش 3، وكاين لو سونس انفيرس. يعني لو سونس انفيرس هو لو سونس ديال فورماسيون ديال ان 2 و اتش 2. هذا بغينا ناخذ هاد سي تمبيراتور اوغمونت، الا اعتبرنا ان نشوفو الانفلونس ديال التمبيراتور، يعني نشوفو التاثير ديال درجة الحرارة. الا التمبيراتور اوغمونت غنمشيو في لو سونس ديال اوندوتيرميك. التفاعل هذا اللي عندي اوندوتيرميك ولا اكزوتيرميك؟ عندي التفاعل هذا اكزوتيرميك، التفاعل اكزوتيرميك. يعني حنا عندي 13 رياكسيون جاتنا قيمة سالبة، وبالتالي التفاعل اكزوتيرميك. ولكن التفاعل اكزوتيرميك في حالتي اش؟ في حالة الفورماسيون ديال ان اتش 3. فاش تمشي في اتجاه ان اتش 3 راه اكزو، فاش تمشي في اتجاه ان اتش 3 اكزوتيرميك. وهاد لو سونس اكزوتيرميك في اتجاه ديال ان اتش 3 تتكون ديك الساعات تي ديميني. يعني حنا فاش نهضرو في اتجاه رياكسيون بروغريس فيغ ان اتش 3 تتكون ديك الساعات سي تي ديميني. يعني تي الا تناقصات، الا تي تناقصات غنمشي في لو سونس اكزوتيرميك. لو سونس اكزوتيرميك هو لو سونس فين كاينه ان اتش 3، فين تمشيو ان اتش 3، لان علاش هاد القيمه هادي سالبه ديال 13 في الحاله راه سالبه. فاش تكون تي اوغمونت، فاش تكون تي اوغمونت تمشيو في لو سونس انفيرس، يعني تمشيو في لو سونس اللي هو يكون اوندو تيرميك. اوندو تيرميك يعني خصنا نمشيو في لو سونس باش يتكون ان 2 و اتش 2. هاد التفسير هو نفسه تتكتبوه، يبدل لك اي معادله غتكتب نفس التفسير، فقط اذا وفقط اذا كانت 13 غير في هاد الحاله سالبه، فيما يعطيك التفاعل على هاد الشكل. فيما يعطيك التفاعل يعني رياكتيف تيعطونا برودوي، ولا يعطيك ا زائد بي تعطينا سي زائد دي هنا، وتكون دلتا اتش سالبه. هذا هو نفس التفسير. الى الطومبيراتور طلعت راه غنمشيو في المنحه ديال المتفاعلات، منحه تكون المتفاعلات اللي هو في الحاله ان دو اتش دو، نقدروا نقولوا هو ا و بي ا و بي. ولا كانت تي دوميني راه العكس، نمشيو في المنحه المعاكسه، نمشيو ديك الساعه في المنحه المعاكسه. اما الى كانت دلتا اتش ستوندار
اكبر من زيرو غتقلبوه هذا غتقلبوهم. يعني اذا كان دلتا اتش اكبر من زيرو غنقولوا سي تي اوغمونت لا رياكسيون غتمشي لنا في الاتجاه ديال دي و سي، ولا كانت تي ديمنوع التفاعل غيمشي لنا في الاتجاه ديال ا و بي. تيكون العكس هاد الجمل اللي كتبناه هنا. العكس هو انك بلاص اوغمونت دير ديمينيو، بلاص ديمينيو في هاد الجمله دير اوغمونت، ولا تقلب غير هادو تقلبهم فيغ ان دو اتش دو تقلبها ب ان اتش 3 اذا كانت دلتا اتش موجبه. حنا في هاد الحاله خدمنا على دلتا اتش سالبه بمعنى التفاعل سالبه، اذا التفاعل اكزوتيرميك. فاش تنكونوا ماشيين في لوسونس اكزوتيرميك يعني في لوسونس ديال التكون ديال ان اتش 3 تكون ديك الساعه تي ديمينيو، يعني فاش تكون تي ديمينيو لا رياكسيون ماشيه في اتجاه ديال ان اتش 3. والعكس يعني العكس، يعني الا مشات تي اوغمونت يعني لو سونس غيكون في ان 2 و اتش 2. فاش تكون تي اوغمونت يعني لو سونس غيكون في ان 2 و اتش 2. هاد لو سونس هذا اللي هو سونس اون دو تيرميك. علاش؟ لان فاش ترتفع تي تمشي في لو سونس اون دو تيرميك، فاش تنخفض تي تمشي في لو سونس اكزوتيرميك. و تنشوفو الرياكسيون كي دايره، واش اكزوتيرميك ولا اون دو تيرميك. فهاد الحاله اللي درسنا عندنا التفاعل دلتا اتش صغر من زيرو، اذا التفاعل راه التفاعل في هاد الحاله راه اكزوتيرميك. يعني تحرر الحرارة الوسط، تحرر الحرارة الوسط خارجي. لي موديفيكاسيون دو ليكيليبر تنكملو، هضرنا على الفلوس ديال البريسيون، هضرنا على الفلوس ديال التمبيراتور، بقاتنا على الانفلونس ديال الكومبوزيسيون، يعني التأثير ديال التركيبة. التركيبة كومبوزيسيون، شنو هي كومبوزيسيون؟ كومبوزيسيون مولا هي كمية المادة. تنهضرو هنا في تأثير كمية المادة. شنو هي تأثير كمية المادة؟ كميات المادة شنو هي التأثير ديالها على التفاعل؟ واش نمشيو في لو سونس ان، واش لو سونس ديريكت ولا لو سونس انديريكت؟ فاش نقول كومبوزيسيون بمعنى واحد المادة غنضيفوها، واحد الناتج ولا واحد المتفاعل غنضيفوه، شنو غيكون شنو غيخلق لي كتأثير؟ لاديسيون دان رياكتيف ا ان سيستيم ا ليكيليبر اونترين لا رياكسيون دون لو سونس دو لا فورماسيون دي برودوي. دابا انت فاش تزيد واحد الرياكتيف، فاش تضيف واحد الرياكتيف، فاش تضيف واحد المتفاعل، ما انا غنمشيو في لو سونس فين يتكونوا نواتج. والعكس يعني العكس، لا ديسون دو برودوي جينير دو رياكتيف. اون كونسيكونس لي ليميتاسيون دان برودوي، عاوتاني الا زولتي واحد البرودوي لي ليميتاسيون دان برودوي، يعني هاد البرودوي الا زولتيه عن طريق التبخر ولا عن طريق الترصب، اونترين لا كونسوماسيون توتال دي رياكتيف بار ديبلاسمون دو ليكيليبر شيميك. يعني تكون داك الساعة الاتجاه تمشي في اتجاه ديال المتفاعلات. يعني انت الى تبخر شي واحد، الى الناتج مثلا زولناه، الى نقصنا علينا الناتج فالتفاعل تمشي في اتجاه ديال كونسوماسيون توتال دو رياكتيف، كيكون داك الساعات استهلاك كلي ديال المتفاعلات. المتفاعلات تتسلك كليا، و تيكون واحد ديبلاسمون ديال ليكيليبر شيميك. داك التوازن الكيميائي تيكون، انت عارف واحد الانتقال، تيكون انتقال ديال التوازن الكيميائي. هنا اكزومبل تفاعلات، هنا عندنا السائل اللي هو صاعد، يعني على شكل غاز، يعني السائل هو غاز صاعد، تصاعد ديال غاز السائل، ويقدر يوقع ترسب مثلا بحال هنا في هذا المثال، وقع لنا ترسب ديال اج جي السائل. في المثال الثاني وقع ترسب ديال اج جي السائل. فاش يكون ترسب ديال، اما تيكون تصاعد ديال الناتج ولا ترسب ديال الناتج، يعني تنتخلصوا من الناتج، فهاد الحاله تيكون التفاعل تيدي بلاصه، تيكون انتقال التوازن الكيميائي. استيميكا ا ديفير تمبيراتور، انا قلنا تيكون داك الساعه الا تخلصنا من هادو تيكون كات، تيكون التفاعل تمشي في نفس الاتجاه ديال استهلاك الكلي ديال المتفاعلات. لا الانفلونس ديال الكومبوزيسيون، هنا عندنا استيميكا ديفير تمبيراتور، خصنا نحددو القيمة ديال كا، يعني تحديد القيمة ديال كا في مختلف التمبيراتور. هذا اللي تسمى لوا د فانتروف، ولا لا غولاسيون ديال فانتروف. تنخدمو بلا غولاسيون ديال فانتروف فوقاش، تتكون عندي دلتا اتش في واحد التمبيراتور تي ان، وتتكون دلتا اتش في التمبيراتور تي دو، وتعتبر بين ديك دلتا اتش اصلا قيمة ثابتة، تصاوب بين دلتا اتش قيمه ثابته، تعطيك طومبيراتور، تعطيك ليكيليبر كا. بحال مثلا تعطيك القيمه كا، مثلا كا واحد في طومبيراتور تي واحد، وتعطيك القيمه ديال كا جوج في طومبيراتور تي جوج، وخصك بهاد العلاقه باش تخدم تجبدو
واحد المجهول معين تبدو بهذه العلاقه هذه. حنا رجولنا نبرهنوا على العلاقه كيف كنديروا نوصلوا لها، ولكن في التمرين تستخدم العلاقه مباشره، تستقبل العلاقه مباشره، تستخدم بيها باش تجبد مجهول معين عندك مجهول في التمرين. On peut estimer à différentes températures à partir de delta G standard à ces températures, mais on peut aussi plus simplement écrire. هنا تندير واحد العلاقة، حنا عارفين بأن ال N ديال K، شنو هو ال N ديال K؟ هي ناقص دلتا جي ستاندار على R تي. عارفين هاد العلاقة، خصنا نكونو عارفينها. ال N K كما درنا عليها قبل، ال N K هي ناقص دلتا جي ستاندار مقسومة على R تي. يعني إلا بغيتي تحسب ال N K وتنتج K ولا لا، هي دلتا جي ستاندار وتستنتج شنو هي القيمة ديال K كما بينا قبل. شنو هي داك ناقص دلتا جي؟ صندوق ناقص دلتا جي صندوق هي ناقص دلتا اتش زائد في تي، هي دي ناقص دلتا اتش، ناقص دلتا اتش زائد دلتا اس في تي، معنا تنقسمو على ار تي تتبقى هي هاديك ناقص دلتا اتش مقسومة على ار تي زائد دلتا اس تمشي واحد تي مع تي تتبقى هي دلتا اس على اكس، تبقى هي العلاقة اللي تنحصلو عليها. إلا كتبتي ناقص دلتا جي وانت عارف بأن دلتا جي هي دلتا اتش زائد تي دلتا اس وقسمتي كلشي على ار تي، غتحصل على هاد العلاقة اللي تتبقى لك هنا. تحصل هاد العلاقة هادي. من بعد تنجيتو تندير هذا حسبو مثلا، مثلا نديرو مثلا لوغ كا ناقص مثلا هادي ال ان كا، بالنسبة هادي ال ان كا فاش تكون ال ان كا فتحة هي ناقص دلتا اتش ستوندار تي زائد اخ تي فتحة زائد دلتا اس تي على اخ. تنوضعوهم بالنسبة ل ان كا هي ناقص دلتا اتش ستوندار على اخ تي زائد دلتا اس اخ مقسومة على اخ، وبالنسبة ل ان بريم بالنسبة ل ان كا بريم هي تكون ناقص دلتا اتش على اخ تي بريم زائد دلتا اس على ار، وحنا تنديرو الفرق، تنديرو الفرق يعني هاد العلاقة هادي اللي فوق تنخدموها بالنسبة ل ال ان كا، وتنوليو نقصو من هاداك ال ان كا بخيم، تنقص اصلا داك دلتا اس على ار مع دلتا اس معاودة، تنختزلو دلتا اس على ار مع دلتا اس على ار، وشنو تتبقى لي؟ تتبقى لي ناقص دلتا اتش تمبيراتور الأولى على ار تي ناقص ناقص دلتا اتش على ار دلتا اتش على ار تي بخيم في التمبيراتور الثانية. تبقى على شكل الفرق دلتا اتش هي قيمة ثابتة بالنسبة لهادو، هي قيمة ثابتة نفسها تنعملو بها لأن هي قيمة نفسها بالنسبة لتي ا، هي نفسها القيمة بالنسبة لتي دو، تنعملو بها على اخ تبقى عامل واحد على تي بخيم ناقص واحد على تي، يعني الفرق ديال كا تيكون ديما تيساوي دلتا اتش ستوندار على اخ عامل واحد على تي ا ناقص واحد على تي، وما تساوش بين اللوغ كا ناقص اللوغ كا بخيم ولا اللوغ كا ا ناقص اللوغ كا بي تيساوي اللوغ ديال قوس كا على كا بي. إذا عندكم علاقة، عندكم علاقة لوغ أ ناقص لوغ بي، لوغ أ ناقص لوغ بي هي اللوغ د أ على بي، واللوغ د أ على بي هي اللوغ د أ ناقص لوغ بي، يعني هاد ال إن كا ناقص ال إن كا بخيم كلي ندير هي ال إن كا على كا بخيم، تتساوي هادشي. هادي علاقة يمكن يحسب بيها المجهول اللي عندي، يعني مثلا بحال دابا تعطيني هو التمبيراتور تي أن، تعطيني التمبيراتور تي دو، تيكون عاطيني دلتا اتش، تيكون عاطيني إخ، حسبتهم هادو قبل. وتسي يكون عاطيني كا وتيقول لك كيكون عاطيك مثلا كا في التمبيراتور تي ا وتيقول لك استنتج لي كا في التمبيراتور تي دو، تتبقى تلعبي بهاد العلاقه وتحسب، تبقى غير مجرد حساب. هاد العلاقه عقلوا عليها، من بعد دابا نشوفو تمارين ونديرو تطبيق هاد العلاقه هادي. هادي تسمى غولاسيون ديال فانتهوف، هادي غولاسيون ديال فانتهوف تتربط لي القيم ديال كا مثلا كا في تي ان مع وكا في تي دو، تتربطهم بالتي ان والتي دو، تكون عندك دلتا اتش وتتحسب. Elle permet d'estimer, et c'est plus la tête aisément K à différentes températures à partir de la valeur delta H. Et c'est quoi delta H? Une clé qui s'assemble K, مختلف درجة الحرارة. أي درجة حرارة كما كانت يمكن لك تحسب القيمة ديال K. خصو يكون في المعطيات عندك K اللي بادي بها مثلا في التمبيراتور واحد التمبيراتور المعطية، وتستنتج يعني K في واحد التمبيراتور واحد آخر. بحال دابا بوغ لا سانتيز ديال اش اي، اش اي كنا شفنا بان دلتا اش ستوندار ديالو هي ناقص 9.4 كيلو جول، ونوبتيان ان كا في 373 كيلفين هي 272. كنا هنا نحسبو، حنا عندنا دلتا اش هي 9.4، عندنا القيمة ديال كا، القيمة ديال كا في 25 دوغري سي، تيمكن نسنتجو ديك الساعة القيمة ديال كا في 373 كيلفين. هادي طريقة تانية باش نحسبو القيمة ديال كا، وتتكون عندنا تنخدمو ديك الساعة الغولاسيون ديال فانتهوف. ديتيرميني لا كومبوزيسيون ا ليكيليبر، نحددو كومبوزيسيون في التوازن عند التوازن في الحالة النهائية ولا في الحالة عند التوازن، نحددو التركيبة ديال لا كومبوزيسيون، التركيبة ديال يعني خلات من شتي تكون ابارتيغ دو كا، يعني من خلال الكا تنحددو هادشي، من خلال الكا تنحددو التركيبة ديال العناصر كاملين.
هنا مثلا التركيبه مثلا نحطوا هنا مثال عندنا ابارتيغ دو كا يعني اي زيد كونت في الكومبوزيسيون ديكيليب باغ اكزومبل عندنا مثلا خدينا كا يعني من خلال كا تنعرفوا لا كومبوزيسيون في ليكيليب لان كا هي لا كونستونت في ليكيليب وهاد كا لا كونستونت ديكيليب ممكن تعطيك تركيبه ولا حاصلات الماده تعطيك الحاصلات الماده في الحاله عند التوازن تحصل على حاصلات الماده في التوازن من خلال ديك القيمه ديال كا. ناخذ مثال ان كا تساوي 4 عندنا 0 سلاش 3 سي او اش زدنا عليه سلاش 3 او اش سطيت سلاش 3 سي او او سلاش 3 زائد اش 2 هذا التفاعل الاسطار تفاعل الاسطار تعطيني اس سي زائد الماء وديجا التفاعل الاسطار هو اللي تكون عنده القيمه ديال كا تساوي لنا 4 هذا بالنسبه للتفاعل الاسطار هذا التفاعل الاسطار حيت قبضنا حمض كربوكسي اللي فيه سي او اش زدنا عليه كحول اللي هو او اش تعطيك اس سي اللي هو سي او او سي وزائد اش 2 المهم هذا في الباكاج كمان سينو بارتون افون ميلونجي يعني هنا ناخذ واحد التفاعل هذا ندير جدول وصفي يعني الا خدينا لو ديبي دو رياكسيون سيسكو عندي كميه المدد هذا هي ان كميه المدد هذا حتى هو هي ان ولا واحد بعد ما تندير بينا عندي هنا ان مول حيت ما حتى ما عطاكش ان راه عندك هنا واحد يعني هنا واحد مول مع واحد مول هادو مازال ما تكونوش يعني زيرو النواتج زيرو زيرو يعني تكون هنا واحد واحد هذا زيرو زيرو بالنسبه للمول من بعد تنقبض تنقص لك الاكس داك التقدم الاقصى داك التقدم ديال التفاعل لافونسمون ديال التفاعل تنقصو وما تسكون عندكم كسي بلاص اكس دير كسي الا كنتو خدامين بكسي هنا مثلا خدامين باكس تنديرو ان ناقص اكس ان ناقص اكس هادو المتفاعلات تزادو باكس اكس لان معاملات اصلا هنا معاملات واحد بحال هكا كان هذا فيه معامل ديالو جوج تكون ديك الساعة جوج اكس انا داك كان 3 تكون ان ناقص 3 اكس ممكن نردو البال تاع المعاملات تنكتبهم حدا الاكس هنا اش دو ما درناش وافر لان تخدموا على اش دو هنايا دونك كا بالنسبه للثابته كا شنو هي تركيز المتفاعل النواتج مقسومه على تركيز المتفاعلات ديما قيمه الثابته كا ولا الثابته كا كا هي خالي هي ثابته التوازن ثابته ديال التوازن كونستانت ديكيليبر كا تكون هي concentration des produits divisé sur la concentration des réactifs. يعني ثابتة التوازن كا هي تراكز ديال النواتج مقسومة على تراكز المتفاعلات. نتوما عندكم بين تراكز النواتج التراكز هو أن تضبط كمية المادة تقسمها على في يعني هاد إكس تقسمها على في هاد إكس تقسمها على في تضربهم إكس على في في إكس على في هي إكس على في كل مربع تقسمهم على هذا إن ناقص إكس تاهي على في وإن ناقص إكس تاهي على في ان ناقص اكس على ان على في مضروبه في ان ناقص اكس على في نفسها معوده نفسها تكون حتى هي مربع فاش ديرها لتحت تكون هي مربع مع هنا الكسر تضرب العدد الاول في مقلوب العدد الثاني وهذا هو اللي خلانا اننا نديرو في على ان ناقص اكس مربع تختزلوا فيات اصلا من الاول كنا نختزلوا من الاول نختزلوا في في تختزلوا تبقى هي كميه الماده ديال النواتج مقسومه على كميه الماده ديال المتفاعلات بحال اللي درتي هي اكس على ان ناقص اكس لكل مربع بحال اللي درتي هي اكس في اكس في اكس مربع و ان ناقص اكس في ان ناقص اكس النواتج اللي هما تنقسموهم هي ان ناقص اكس مربع تنعملو بالمربع كلشي تجينا اكس على ان ناقص اكس لكل مربع تساوي 4 هادي بعض العلاقة هادي تمكن نلعبو رياضيا و تنخرجو القيمة ديال اكس تنجبدو القيمة ديال اكس مثلا بغينا نطيرو مربع تندخل هاد 4 تندخل على جذر جذر 4 هو 2 تتولي اذا اكس على ان ناقص اكس تساوي لنا 2 داك ان ناقص اكس نديوها للطرف باش نضربو في المعادله تتولي اكس تساوي هي 2 عامل ان ناقص اكس اذا تجينا قيمه اكس هي 2 عامل ان ناقص اكس وهذا باش ندخل جذر تقدر تكون قيمه موجبه تقدر تكون قيمه سالبه حسب القيمه المطلقه وعلى حسب القيمه المطلقه تتكون اما عندي زائد او ناقص اذا تتكون قيمه ديال اكس هي زائد ناقص 2 عامل ان ناقص اكس نحسب في الحاله الاولى بان اكس تساوي بزائد ونحسب في الحاله الثانيه بان ناقص والقيمة اللي غتجيني مقبولة هي اللي ناخدها دابا نحسب الحالة الأولى إكس تساوي هي جوج عامل إن ناقص إكس يجيني واحد الحل إكس ونحسب بالنسبة للثانية إكس تساوي ناقص جوج إن زائد جوج إكس ونشوف في الأخرى يجي إكس قيمة موجبة الأخرى تجي قيمة سالبة حنا عارفين أن إكس تقدم التفاعل تيكون ديما قيمة موجبة هذا هو الحل اللي مقبول هذا هو الحل اللي ناخدو إذا إكس هي داك إن مضروبة في جوج على ثلاثة جوج على ثلاثة هي 0.66 هي 66% يعني اكس تمثل لي 66% من التفاعل يعني انت لا عندك ان بحال بالك كانت عندك واحد واحد هاتجيك اكس هي 66% من داك القيمة هاتجيك القيمة ديال اكس هي 0.66 ونعوض ديك الساعات اكس بالقيمة ديالها باش نلقى
كمية المادة ديال كل واحدة، نقول بينا كمية المادة ديال الأول هي ان ناقص اكس، إذا هي ان ناقص 66% ان، ونفس الطريقة بالنسبة لهاد الساج 3 اش، وبالنسبة لهاش دوزو كمية المادة تاش دوزو في الحالة النهائية يعني كم ان ديال هاش دوزو في ليكيليبر تساوي ان ديال ساج 3 سي او او ساج 3 في ليكيليبر تساوي القيمة ديال اكس، وقيمة اكس هي القيمة اللي خرج لكم انتوما قيمة بالمول، تكون اصلا اكس قيمة في هذه الحالة تكون قيمة ديالها بالمول. هذا ما كان، حتى نوليو من بعد نفسرو اكثر واكثر ديتايو هاد لي شوز هادو في التمارين المعدة. ولا عندكم شي اسئلة في الكومنتير وحاولوا تشاركوا معنا في القناة، ولا عندو شي سؤال يطرحو نبداو نحاول نجاوب على هاد الاسئلة ونشوف شي تمارين فيما بعد، ودمتم في رعاية الله وحفظه.